كنت أتعرض لنظرات من الناس، طبعا هي في بعضها بتكون استغرابية واستفهامية إنه شو هذا اللي لبسته على رأسها. السلام عليكم، أنا مرام. حابة اليوم أحكي معاكم موضوع كتير نسأل، هو هل آيسلند هي دولة عنصرية وهل هي ضد العرب؟ خلينا نتابع مع بعض ونشوف إيش راح يكون الجواب. أولاً بالبداية حابة أحكي لكم إنه آيسلند تعتبر أو تنافس إنها تكون أكتر دولة بالعالم فيها مساواة. يعني مثلاً أنا كمرام محجب الحمد لله، ما لقيت أي كلام عن لبسي كمحجب أبداً، رغم أنا كنت في دول تانية كنت أتعرض لنظرات من الناس، طبعاً هي في بعضها بتكون استغرابية واستفهامية إنه شو هذا اللي لبسته على رأسها، وبعض دول كنت ألاقي ما بعرف للأسف بعض ناس كانت عاملة صورة بشعة أو معطينهم صورة بشعة عن المسلمة أو عن المحجبة، لذلك بنظروا إلي إنه كنظرة استفهام أو نظرة مش حابين. وكمان أنا ذكرت بالفيديو الأولاني، أول فيديو سويته على القناة إذا متذكرينه للناس القديمة معي، وهو تحية لكم طبعاً إنكم تابعين معي، وكمان للناس الجديدة معنا تحية لهم. إحنا بنتمنى إنكم مبسوطين بالقناة وبتسمعوا أشياء أنتم بحاجة تعرفوها. وكمان إذا كنت أنت هلا كشخص مش مشترك بالقناة، بتمنى إنك تفعل الجرس وتحط سبسكرايب عليه حتى يوصلك أول بأول كل الفيديوهات. وكمان بتمنى إنكم تحطوا لي لايك إذا عجبكم الفيديو، حتى ديسلايك لو ما عجبكم الفيديو ما عندي أي مشكلة. المهم إني أنا رح أحكي لكم الكلام اللي رح أحكيه طبعا بتجربتي. شو ما كانت ديانتك، أنت سواسية بهذا المجتمع، ما حدا إله. بالعكس هم أعطوا حرية الدين لكل مواطن جوا البلد، وكل شخص بحمل الإقامة الأيسلندية داخل هاي البلد. موجود كنائس، موجود مساجد، لك دينك ولهم دينهم، مارس دينك زي ما بدك. الشعب الأيسلندي أبداً مش شعب عنصري، شعب هو ما بيعرف يجامل لكنه شعب ودود، لذلك إنه أنت لما بتيجي لهالبلد ما رح تلاقي أي مشكلة، بالعكس رح تشوف قديش إنه هو شعب خدوم، ومجرد ما أنت طلبت بس مساعدة رح يكون مثل الريح لحتى يساعدك. حتى لمجرد ما دخلت محل، دخلت سوبر ماركت، دخلت حتى الباص أو هي الحافلة، يعني عندهم استعداد يمشوا معك خطوة بخطوة بس حتى يحلوا لك المشكلة اللي انت فيها. يعني ما عندهم انه مثلا صد يبعد عنك انه لا هذا عربي هاي محجبة، ابدا ما في هيك، ما شاء الله والحمد لله. فانا حكيت لكم انه الشعب لا، لانه احنا كويسين في البلد فهم كويسين معنا. فبتمنى ان شاء الله انه ما تتغير هاي الاشياء الحلوة اللي عندهم تجاهنا، مقابل انه ناس ممكن يعني تخرب سمعتنا كمسلمين او كعرب. الحمد لله بنمارس ديننا وطقوسه وعاداته وكل الفروض اللي علينا يعني بكل سلاسة وكل بساطة. حتى اعيادنا كمان احنا عادي بنقوم بالاعياد وبنقوم بالصلوات وبالصيام، ابدا ما في اي مشكلة. الشعب الحمد لله متفهم، ومثل ما حكيت لكم كتير مهتم انه يكون في مساواة للشعب كامل، لذلك ما في اي عوائق لا لصلاتك ولا لصيامك ولا لحجابك ولبسك ولا لغتك ولا دينك ولا حتى أصلاً. بالاماكن العامة احيانا انا وزوجي خايفين تروح علينا الصلاة فبنصليها بنفس المكان، رغم بيكون في ايسلنديين، فلذلك ما حدا كان يعترض او انه يحكي او يستهجن ابدا ابدا. فحتى في ناس كمان مسلمة نفس الاشي بتعمل، فبيصلوا بالاماكن العامة ومع ذلك ما لقوا اي اعتراض، فالحمد لله. كثير موقف حلو صار معي. في مرة من المرات كنت بدي اصلي صلاة الظهر، فكان في يعني كان موعدها وبدي اصليها. كان فيه بهذا المكان سيدة ايسلندية، اجيت انا قمت وصليت، فبهذا الوقت اجى عليها حدا وبده يحكي معها انه كتير احترمت انه انا بصلي، حكت بطريقة وبصوت مهموس يدوب مسموع، تخيلوا. يعني رغم انه هي من ديانة اخرى ورغم انا مسلمة وهي ما بتعرف عن هاي الاشياء، ومع ذلك احترمت انه انا بمارس طقوس دينية خاصة فيني. ف
فما بعرف كتير احترمت هالموقف، على عكس احنا بيننا كمسلمين قديش احنا بنعاني من هاي الشغلات لما بنكون نصلي حتى بالمسجد ما بنعطيه حقه، او انه احنا لازم نحترم المصلين اخرين حتى يركزوا في صلاتهم. يعني بالنهاية حابة احكي لكم، انت كشخص حاب تسافر ومقرر، اذا انت كنت محترم ومحافظ على القوانين وملتزم بحطوك فوق راسهم، لكن إذا أنك أنت اتعديت على قوانينهم وعلى أنظمتهم، وكيف بدهم يستقبلوك؟ أو مش يستقبلوك، ما رح يستقبلوك، بس كيف إنهم رح يتعاملوا معك بإشي كويس، وشافوا ابن بلدك ومن نفس جنسيتك عامل بلاوي ومصايب ولوت هالسمعة الحلوة اللي كانت إلك، أنت رحت بعروها بسببه. لذلك بتمنى من أي شخص بيروح لمكان فلاني إنك تضلك محافظ على القوانين حتى يضلهم محافظين على تعاملهم الحلو معك. بتمنى تتركولي بالتعليقات شو حابين تشوفوا كمان المرات الجاية إن شاء الله، واستنوني بفيديو جديد وبأسبوع جديد إن شاء الله.